السلام عليكم، تحياتي إلى دكتور شاسب والفريق الطبي وقطاع الكارف ومركز الطوبشي دكتور وائل، ولكل الكادر الصحي. شكرا لمتابعتكم وبارك الله بكم، ما قصرتوا وياي. واحنا هم نتمنى لك شفاء العاجل، ونريد منك معنوياتك تبقى مرتفعة والشغلة سهلة وحالتك إن شاء الله مستقرة إن شاء الله. وأي شيء إحنا محاضرين ومستعدين نقدم لك أفضل ما عندنا وبدون أي تواني إن شاء الله. الله يبارك، الله يبارك. وهذا طبعا واجبنا تجاه كل العراقيين، يعني مو تجاه شخص معين، بس معزتنا وحبنا لك كفنان، وانت نموذج يعني لراحتنا صراحة أثناء أيام عملنا. شكرا شكرا لوفاكم واهتمامكم بكل المرضى، أنا إذا أشوف والله يحفظكم.